الفن ليه أدوار كتير مهمة، أهمها إنه بيقدر يوثق الأحداث التاريخية المهمة. ومن أهم الأحداث التاريخية والانتصارات اللي وثقها الفن هي انتصارات حرب 6 أكتوبر. أفلام ومسلسلات كتير حكت عن حرب أكتوبر، ودايما بنحب إننا نشوفها ونخلي ولادنا يتفرجوا عليها. دايما مفيش مرة يجي فيلم في تلفزيون أو مسلسل بيتكلم عن الحرب ورأفة الهجان، كل حاجة يعني حاجات كتيرة قوي 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 لما بتيجي لازم نشوفها ولازم نتابعها، مهما كانت حلقات كتير أو أجزاء أو حتى الفيلم طويل شوية نتفرج عليها ونخلي ولادنا يتفرجوا عليها. في فقرتنا هنتكلم عن أهم الأعمال الفنية اللي عرضت أحداث حرب أكتوبر. معانا ومع ضيفتنا هنتكلم طبعا معاها بالتفصيل، مع ضيفتنا دعاء حلمي اللي هتكلمنا أكتر عن الأعمال دي. أهلا وسهلا بيك يا دعاء، منوراني. أهلا بيكي، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والشعب المصري كله بخير. كل سنة وانت طيبة وسعيدة، ومبسوطين جدا ان انت موجودة معانا النهاردة، ونتكلم بقى عن كل الأعمال الفنية الجميلة اللي حبيناها وارتبطنا بيها اللي بتتكلم عن انتصارات أكتوبر. في البداية طبعا أنا عايزة أسألك، شايفة الأعمال الفنية قدرت انها توصل حالة الشعب في الوقت ده أو في الفترة دي، فترة الحرب بتاعة أكتوبر، سواء الحرب أو حتى النكسة، ولا كنا محتاجين أعمال أكتر تتكلم أكتر عن كده؟ دايما الاعمال التاريخيه بيتم تناولها بعد فتره يكون افضل، احنا العكس عندنا، احنا بعد حرب اكتوبر بالظبط ظهرت عندنا مجموعه من الاعمال الكبيره جدا، الرصاصه اللي هتسافر جايبي، حتى اخر العمر، كان في عدد من الافلام كده كانت الممر، او يعني اللي هي اغنيه على الممر، كان في عندك عدد من الافلام في ما بين فتره النكسه لغايه حرب 73 وما بعدها لغايه سنه 74. الغريبه بقى ان احنا انقطعنا تماما بعد ما طلعنا موضه كده هوجه من الافلام اللي غطت حرب 6 اكتوبر، والمفروض ان كان يحصل بعدها بفتره ان انت هضمتي الحدث، وبالتالي ان انت يبقى في عندك اسرار عسكريه ممكن شفتي تطلع الاحداث وعرفتي عنها أكثر. فالمفروض ان انا كان يبقى في عندي عمل بقى يوثق الحدث ده الحقيقه لسه ما حصلش. واعتقد ان ممكن يحصل، يعني بعد مرور 50 سنه انت من حقك ان انت تطلعي اسرار عسكريه وقتها. فاعتقد ان ده وقته ان احنا نعمل سبوت على كواليس المشهد العسكري وقتها، بالذات ان هي كانت اخر حرب نظاميه حصلت في المنطقه، يعني انت ما حصلش بعد كده فكره ان جيشين يواجهوا بعض، كلها للاسف تحولنا الى الميليشيات او الى الحروب اللي احنا شايفينها دلوقتي اللي هي تسمى الحروب الغير نظامية. فبالتالي انت اخر حرب حصلت عندك في المنطقة دي كانت من 51 سنة، ولغاية النهاردة انت حفظتي فكرة وجود حرب عسكرية مدمرة بين طرفين، حفظتيها، حقنتي الدماء دي من ساعتها. كان نفسي او المفروض بقى اللي يتم ان احنا نعمل بقى ايه، نرجع فلاش باك ايه اللي حصل في الليلة دي. طيب عايزين نتكلم بقى عن عمل تقريبا، اكيد مش نقدر نحصر كل الاعمال، ولكن نتكلم عن ابرز الاعمال. يعني مثلا فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، يعني الفيلم ده فيلم ايقوني جدا ولازم يتعرض كل 6 اكتوبر وكل الناس مرتبطة بيه. كلميني اكتر عن الفيلم ده وعن تأثيره وقت عرضه وتأثيره علينا دلوقتي كأجيال بقى ايه متلاحقة بنشوف الفيلم جيل ورا جيل. هو الغريبه بقى ان انت لو جيتي رصدتي كل الافلام اللي تناولت 6 اكتوبر لازم تتناولي حدث الانتصار في نهايه الفيلم، يديكي الفتره بتاعه الانتكاس واحساس البطل وانهياره، زي ما حصل مثلا في حاله محمود ياسين في الفيلم بتاعنا اللي هو الرصاصه اللي تزت في جيبي. فكره ان هو شفتي كل شجن البطل وحزنه وانتكاسته واحساسه بالمراره واحساسه بالهزيمه واحساسه ان هو حس بالخذلان الشديد ناحيه بلده، ان هو ما قدرش ولا بلده قدرت تديله الانتصار اللي هو كان مستنيه، ولا هو قدر يقوم بواجبه بشكل كبير، عشان كده فضل العهد اللي هو قطعه على نفسه، فكره الرصاصه اللي فضلت في جيبه دي اللي قعد طول الوقت هو مصمم ان هو الرصاصه تخرج توصل لهدفها. فالفيلم ده من الافلام القويه جدا عشان حاله الرصاصه دي، حاله الاستعداد والتاهب وانها تفضل طول الوقت في جيبه برغم كل مشاعر الحزن احنا اتكلمنا فيها، بس هو مصمم وعارف انه يوصل لهدفه. فالحقيقه الفيلم ده نقدر نقول الفيلم الاكمل، قصه الحب اللي بينه وبين فاطمه او نجوى ابراهيم اللي كانت قاعده مستنياه الفتره اللي فاتت دي كلها، واحساسه ان هو مش هيقدر يتجوزها غير لما يكون محقق انتصار على الارض. فقصه الحب وثقت اكتر احساس البطل، وثقت احساس الوطن في حد ذاته، حاله الانتظار اللي كله كان مستنيها. فاعتقد ان الفيلم ده عايش بسبب
الوجدان اللي هو قدر يعلم فيه بقصة الحب القوية مع إحساس المواطن المصري بشكل عام. فأنا شايفة أن لغاية دلوقتي هو فعلا الفيلم الأيقوني نقدر نقول ده حقيقي. برضو من الملحوظ قوي أو من الملاحظ جدا الفنان العظيم الله يرحمه الفنان محمود ياسين كان بطل لمعظم الأعمال اللي اتعملت في الفترة دي واللي كانت بتتكلم عن فترة النكسة أو فترة الحرب. برضو من وجهة نظرك ليه شايفة كان بيوعى الاختيار دايما على الفنان الراحل العظيم محمود ياسين؟ أعتقد أن احنا ما جبناش فنانين كتير من الستيريوتايب ده من مش بس كجسم وكجان بريمير وكمخارج الفاظ وكدراسة لغة عربية وكإحساس. الفنان المتكامل ده احنا ما قدمناش الخليط ده بشكل كبير. يعني ممكن دلوقتي ممكن نقول خالد النبوي شوية في كتير من محمود ياسين. فالفنان المتكامل ده اللي مش بس جان ومش بس بيتكلم من منطلق ان هو شاب امور لا خالص، هو شاب مثقف، هو شاب معني وحساس بشكل كبير جدا. وده الاحساس شويه بنفتقدينه في فناننا، يعني بالذات الفنانين الشباب. نادرا شويه ما تلاقي حد رومانسي او حد فيه سنس النعومه دي العذوبه دي، لانها وكانها نقيض للرجوله، مع ان ده مش المفروض يحصل. المفروض الراجل يبقى فيه القوه والصلابه والجسم الرشيق والممشوق اللي هو فكرة السند، يعني زي ما بنسميه دلوقتي الراجل يعني، وفكرة القلب الحنين والحب والاحتواء. فمحمود ياسين عشان جمع الحسنيين زي ما بنقول فكان أكتر حد يقدر يعبر عن بالذات الأفلام العسكرية دي، إن هو ملائم للشكل الجندي المصري المحارب القوي المهموم بقضية وطنه، وكمان في نفس الوقت حنين وحبيب لطيف وعاشق وتصدقيه. فالحقيقه ان محمود ياسين لا احنا افتقدناه جدا 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 في فكره النجم اللي شبه ده. طبعا احنا معانا مشهد من فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي، ممكن نروح نشوفه.